اختارت أن تدافع عن المظلوم بدراستها مهنة المحاماة. متزوجة وأم لولدين، المحامية غنوة شحادة، دافعت عن موكليها لإظهار الحق أمام المحاكم في النمسا وسوريا التي ولدت فيها. عملت شيء اسمه أوس بيلدونكا بهذاك الوقت. في عنا سؤال انطرح كتير في السوشيال ميديا اللي هو عن التأمين القانوني. شو بتحكي لنا؟